سعادة السفيرة فيلومينا ميلي، سفير جمهورية مالطا. Diplomatic relations between Malta and Algeria. العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالطا تعود إلى 48 سنة، أي سنة 1975. مالطا والجزائر تتقاسمان علاقات جيدة قياساً بقربهما الجغرافي، فنحن كما تعلمون جيران في البحر المتوسط ولدينا تاريخاً متشابهاً. فهذه العلاقات تركت تأثيراً كبيراً على لغتنا وتقاليدنا وهويتنا. 60% من قاموس اللغة المالطية مستوحى من اللغة العربية. كلا البلدين يتقاسمان نفس التطلعات والالتزام من أجل أن تكون المنطقة المتوسطية فضاءً يعمه السلام والازدهار. لقد تم انتخاب مالطا عضواً في مجلس الأمن لمدة سنتين، ونحن نتطلع أن نعمل مع الجزائر خلال سنة 2024. تظل مالطا مدافعة قوية عن التعددية في إطار مواثيق الأمم المتحدة، فسياستنا الخارجية مبنية على ميثاق الأمم المتحدة، أين نكون للحقوق أهمية كبيرة. فميثاق الأمم المتحدة صالح لكل زمان ومكان، ويعد ركناً هاماً في سياستنا الخارجية منذ استقلالنا. على الصعيد التجاري، الجزائر ومالطا شريكان موثوقان، وهناك العديد من المجالات التي يمكن استغلالها لصالح البلدين. So, thank you very much.